سميتو باش تبان الكتاب شفتي فين مقلوبة كتابة لا عمر شفتي فين ما كتقلب باردة الزجية بزاف اسيدي غير ما كان زعما على بركة الله متابعي قناة شوف سي في مازال كنتواجدوا بنواحي أكنور في أعلى قمة بنواحي أكنور متابعي قناة شوف سي في 5 درجات تحت الصفر لكن جينا باش نشوفوا ذاك المدرسة متابعي قناة شوف سي في وكيجي الانتباه ديالنا لهذ المطمورة أو مزبلة أو أحد النفايات متابعي قناة شوف سي في فكيف يعقل 2021 والتنمية في أوج العطاء ديالها ونشوفوا مطمورة متابعي قناة شوف سي في حدا مدرسة يعني قصة غريبة عمو اش قلنا على هاد المطمورة هادي اللي بيجي وامض ماشي ماشي حتى واحد ما يرضاش بهاد المزبلة تكون حدا الأقسام حدا ولادو اللي نفريض هاد الأرض نديروها شوف الحيط لتحت كيفاش جا هاد الأرض 1500 دابا تحطت لنا المزبلة في 1500 الحيط متر ديال المدرسة واش ترضى الدولة واش يرضى سيدنا واش يرضى ترضى هاد الحكومة بهاد المزبلة تكون هنا والله الا عار على هاد المزبلة تكون حدا الدراري مساكين ما كاينش اللي يهضر عليهم دراري صغار العباء ما فحالهمش وكحطوا لهم المزبلة في الباب ديال المدرسة واش هادي حنا في 2021 جينا حنا في 2021 واش كاينة شي مزبلة قدام شي قسم في المغرب بقات عندنا في هاد الدوار دوار برات مازال عندنا المزبلة في باب القسم ها المدرسة المزبلة وحنا عندنا في باب القسم اللي نفريض هاد الأرض ديال هاد الناس ويخليونا ويعطيوها لنا ولا إلا كان ديالهم يبدلوها لنا وإلا كان ديالهم تعدينا عليهم تربوا هاد الأرض طلبنا هاد السيد وعطاها لنا درنا فيها المدرسة وعطاها لنا 1500 ومازال كنسالو في 1500 متر جاو حطوا لنا هاد المزبلة جديدة ها هي مازال جديدة المزبلة جديدة المزبلة جديدة كاينة جديدة وكاينة قديمة يعني غايط يلا تحطت ما كانتش ها المزبلة شوفي تسوية ديري ليها فين كانت غير دابا جابوها هادي جديدة هنا باش ما نعرفت علاش هادشي شي دابا هي حدا المدرسة ما عجبكمش الحال ما عجبناش الحال ما حتى واحد ما يعجبو انتوما راضيين راضيين هاد الناس شكون اللي راضي بهاد صحيا ما تكونش صحيا ما تكونش هاد الجو يعني صحيا خصها ما تكونش من ناحية إنسانية لا أرض ديالي ولا ديالو من ناحية إنسانية خصها ما تكونش خص الإنسان يساهم بشي حاجة مزيانة ماشي يجيب الزوبية ويديرها ليا يديرها في الساحة ديال المدرسة رغم انفي الجميع ما نعرف علاش اش من هو السبب هذا هو السؤال اللي كنطرحو على الراي العام وعلى المسؤولين كان عليهم يجي ويشوفوا المزبله جا هنا يجي السلطه يجي القايد يجي يشفتوا لنا هذه الحريره اللي هي حنا كنخدموا مصلحه العامه لان المصلحه العامه فوق كل اعتبار حنا ما جيناش باش نديروا هنا لوطيل ولا نديرو هنا شي فيرما جينا مرافق عمومية ومن ناحية القانون عندنا حق نزعي الملكية كينص عليها القانون لمصلحة العامة وحارة حنا عندنا وثيقة رسمية راه دابا كتقولوا هذه الشخص اللي حطها هنايا الشخص اللي حطها هنايا أييه السلطة ما شافش هاد الشيء ما ايوا هادشي اللي السؤال خصها تشوف هنا كنسولو هنا كان باش هاد الشيء خصو يتحيد يعني رسالة للمسؤولين باش يحيدوا رسالة للمسؤولين يحيدوا علينا هاد المزبلة ويخليونا نسميتو نسجلوا المدرسة على حساب دراري صغار ما يوقع لهم ونديرهم فين يلعبوا رئيس الجماعة ما شافش هاد الشيء انا مفتي هذا ما رسلتيش رئيس الجماعه باش ما رسلتيش مرايا ماشي من اختصاصات ديالو ماشي من اختصاصات ديالو ديال السلطه ديال السلطه الجماعه عندها الظهير ديال سميتو شنو هو باش مختص الظهير ديال سميتو 2015 عندها الاختصاصات ديالو هذا الشيء ديال القضاء ولا ديال السلطه ما سميتو رفع الضرر لان رفع الضرر من اختصاصات القضاء ولا من اختصاصات السلطه المحليه والسلطه اللي سميتو فمتابعي قناه شوف تي في كما كتشوفوا هاد الناس
رافضين هذا المزبله او زوبيا او كل واحد كيسميها متبع قناه شوف تي في، كتواجد بجوار مدرسه، فكيف يعقل 2021 ونشوفوا مزبله بجوار مدرسه؟ فما عرفناش هذا الولد داخل الساحه، داخل الساحه، داخل الساحة ما عرفناش. فمتابعي قناة شوف تي في، مزبلة بيجي ورا مدرسة داخل الساحة، يعني قصة غريبة في هاد الدوار. متابعي قناة شوف تي في التابع لجماعة أكنول، أجدير، فمن المسؤول؟ وين تابع هي الأكنول؟ لا، حنا جماعة أجدير، هادي الدوار تابع لجماعة أجدير، دائرة أكنول، دائرة أكنول، دائرة أكنول، عام دائرة أكنول. فمتابعي قناة شوف تي في، انتم كطلبوا دابا رفع الضرر عليكم بهذا المزبله، هذا المزبله اييه. وبالنسبه لذاك الاقسام ما تبدلوش، ما تصوبوش، ما اييه اييه. دابا ما دابا ما خلوناش نصوبوا الشعر، وحراي يخليونا تمتدين كذا ملك، على انه هذا الشيء عندنا وثيقه المدرسه 1500 الى 1500 فين واصله. راه مازال نطلبوا مليح، غادي نديروا هنا، مازال نديروا هنا الروض، ونديروا هنا دار الطالب في حالة مستقبلا، وندير هنا مرافق اللي غادي تستفد من هنا منها الجامعة الساكنة، الساكنة، لأن باش نحاربوا الهجرة إلى المدن، خصها وسائل الاستقرار تكون بادية، غادي نحاربوا الهجرة إلى المدن باش وسائل التوفير، وسائل الاستقرار، الماء، الطريق، المدرسة في المستوى، التمدرس، الصحة، إلى آخره. باش نحاربوه بالمزبلة ديرها في الساحة. ما كايناش هادشي، ما كايناش هادشي، راه هادشي كيعاقب عليه القانون، أولا القانون الجنائي راه تيعاقب. اللي درتي له هادي راه في وسط الساحة تيعاقب عليه القانون. أش من سبب باش ديرها؟ أش من حجة؟ جيب لي شي حجة باللي هادي ديالك ولا ما تعطاتش لينا، حنا نترباو، حنا نمشيو نتربى، نمشيو للحبس، حنا مستعدين يديونا للحبس، إلا كان حنا خلقنا القانون، دينا شي حاجة سميتو، حنا كنخدمو لله. الله يجازيهم بخير هاد الناس ديال الصحوة، تكزنايا برات لي برا، وحنا ساعدناهم، درنا اتفاقية، الجمعية ديالي دارت اتفاقية مع أصحاب التعليم، ودرت انا اتفاقيه مع وزاره الصحه، صلح الناس عاوتاني ديالي الوحدود، الله يجازيهم، صلحوا سبيطار بفلوسهم، فلوسهم صوبوا سبيطار تقريبا التكلفه ديال 14 مليون، وهما دابا عاود الناس ديالي الوحده هما كيبنيو عاوتاني اداره، كيبنيو اداره المدير، وغادي يبنيو دار القران، وبناو الجامع تقريبا 230 مليون، وهاد الناس خصها الناس اللي نعاونوهم. نقول لهم السلام ديالكم، كانت عند وزاره المنتدبه لدى وزير الخارجيه المكلفه بالمهاجرين، كان على الاقل دخل وتشوف هذا المنكر اللي كاين، هذ المحسنين ديال برا اللي كيعاونوا بلادهم، وعندهم علاقه مازال بلادهم، وكيحبوا بلادهم، وكيبنيوا الديور، اشتي تيحاربوا البيطاره، واحد البيطاره تيبنيو الديور، تيخدموا الرمله، تيخدم الكاميون، تريسيان، المعلم، السباق، النجار، خدام، راه 30 دار اللي بناوها هنا جديده. شوف دابا نهضروا على الزوبيا ونشوفوا دابا هذا، انتوما واش ما راسلتوش السلطه المختصه باش تحيد عليكم هذا الشيء؟ المدير عنده خبر؟ لا، القايد عنده خبر؟ لا، ابار الخبر عاوتاني، يقدر ما يكونش عندهم خبر. لا لا، واش نتوما تراسلتو معاهم كتبت لهم شي شي جو هنا؟ جو هنا، جو هنا، اش قالوا؟ جا القايد وجا رئيس الدائره وجا المدير. ايوا شنو شنو دار؟ قلنا لهم ومشاو، ما الله اعلم، ما داروا حتى شي حاجه، ما داروا شي حل، غير نهار فوقاش كنا درنا نجيو، نهار اللي مات عبد الكريم، واه جاو، وقيل على ما سمعت وقيل تغداو عنده هنا ومشاو حل. الغدا ماشي مشكل بصح، لا هي ماشي، ولكن هادشي واش خصو يتحيد بشي رساله كتابيه ولا هو ما نعرف، دابا هما اللي عارفين، انا كم مازال ما كاين حتى شي حاجه. انت كتشوفها انت وياك كتشوفوا فيها هي هنا وفي داخله في الحيط، ها الحيط، ها العرض ديال المدرسه، ها داخله في الساحه. الا بغات هاد الدوله تخلي هاد المزبله، ماشي مشكل، ماشي مشكل، خليوها
الا بغاو الا رضاو بهاد المواطنين يبقاو هكا المزبله حدا ولادهم، الا بغاو هاد المسؤولين كلهم هادشي عجبهم الحال ماشي مشكل. حتى انا ولادي ما كيقراوش، حتى انا ولادي ما كيقراوش، نحنا ما عجبناش، حنا باغينا بقاو فينا هاد الناس وبقاو فينا هاد الدراري الصغار اللي ما عندهمش، خص تكون عندهم الساحه باش يعرفوا حتى هما. والله الا شراو الجمعيه الا شرات اللعب سينا داك الزحيتات وداك اللعاب راهم غير محطوطين. المواد ديال التعقيم هما اللي شروها. واه حنا الجمعيه اللي شرات مواد التعقيم. الجمعيه ما شراتهمش وزاره الطريق، والله الا الجمعيه كان شرات. بقاو واللي شراو ماشي ولادهم، ما كيقراوش ولادهم انا، غير كيمولوا في سبيل الله. هكاك دابا بغينا نديروا الحيط وندوروا الكرياج المدرسه ونديروا لهم واحد المساحه خضراء فين يشوفوا حتى هما، غيقولوا حتى حنا بحال الدراري ديال المدينه. هادشي اللي كنطلبوا. فمتابعي قناه شوف تي في، هذه هي المزبله. متابعي قناه هنا الى تبعتوني غتشوفوا المدرسه بزوار هذه المزبله. متابعي قناه شوف تي في، كيف يعقل 2021 كتلقى مدرسه تابعه لوزاره التربيه الوطنيه وحدها مزبله؟ أين قيم الأخلاق؟ أين قيم التعامل؟ تابعوني متابعي قناة شوف تي في. ها المدرسة، ها المزبلة، ها الساحة، ها المدرسة، ها المزبلة، ها المدرسة، ها المزبلة. هذه هي مدرسة متابعي قناة شوف تي في، 30 ثانية ما بين مدرسة ومزبلة، فما عرفناش واش هذا، واش هذا استهوان، واش هذا عشوائية، واش هذا حب. العجرفة انك باش دير مزبلة بجوار مدرسة حتى من الناحية الأخلاقية ما كتجيش مزيانة، لحقاش الوليدات اللي كيقراو في هاد المدرسة هادي راه إن شاء الله هما دكاترة الغد، هما أساتذة الغد، هما جنود الغد، هما مهندسي الغد. فكيف يعقل أن الوليد غدا غتلقاه دكتور وغادي يعقل بأن ملي كانت عنده 8 سنين حطيته له المزبلة حداه؟ متبعي قناة شوف تي في، هادي هي المدرسة اللي في هاد المنطقة. متبعي القناة، هذه هي المدرسة سكنة. متابعي قناة شوف تي في، من قلبي هذه المدرسة أقول لكم نتمنى إن شاء الله جهات مسؤولة تدخل وتحيد هذه المزبلة من أمام هذه المدرسة. أستودعكم.